خلونا بقى نتكلم عن الاستيراد والتصدير في الآونة الأخيرة. طبعا احنا عارفين ان التصدير شيء مهم جدا لانه يجلب لنا عملة صعبة وبيحصل رواج شديد جدا وبننفتح على الآخر وبنتعرف على ثقافات ومنتجاتنا تبقى مليانة في كل دول العالم. وتحديدا كنا في مرحلة من المراحل بنصدر كميات كبيرة من الأقطان، والقطن ده في حد ذاته كمزروعات يعني كمحاصيل زراعية كان بيتم التصدير، وكان اسمه الذهب الأبيض، وكان الفلاح المصري يسعد دائما وينتظر العمرة وينتظر فرح البنت وينتظر أشياء كثيرة جدا على موسم حصاد القطن. ولكن بعد مرور الوقت وتغيير أشياء كثيرة قلنا طيب ما بنصدرش القطن، بنصدر المنسوجات القطنية. وكانت المنسوجات القطنية صنع في مصر دي من أغلى الأشياء على مستوى العالم، يعني أغلى منتج القطن المصري تبدل الحال. بنصدر بس بكميات قليلة جدا، القطن ما بتصدرش بشكل كافي، المنسوجات بتاعتنا ما هياش يعني في إقبال شديد عليها. حتى في المفروشات كانت المفروشات دي أطقم السرير، كان في مصنع في المنطقة الحرة بيصدر كده كل إنتاجه تقريبا للندن، وبيتعرض في أكبر المحلات التجارية في لندن. والحقيقة كنا بنبقى سعداء جدا لأن ده بيحقق أيدي عاملة، بيحقق فرص عمل للشباب وأشياء كثيرة. ولكن تراجعت هذه المسألة مع الصناعات القطنية، ناس بتقول لأ، ودخول وغزو منتجات تانية كتير جدا، ناس ما كانش لهم تاريخ في الصناعات، لكن الحقيقة دلوقتي أصبحنا بنستورد منهم. يعني أنا بلاقي حاجات صيني، حاجات تركي، ويقولك أصل ده قطن. قطن إيه يا جماعة؟ جنب القطن المصري بتاعنا، جنب الكتان المصري بتاعنا. عموما هدفنا إن احنا مش نبني مصنع، نبني ملايين المصانع. لان لما يكون او خلينا في الاف المصانع، طب مئات المصانع، لان لما هنبني كل هذه المصانع ده هيحقق لنا وفره في اشياء كثيره جدا، وفره في الايدي العامله، وفره في فرص العمل، وفره في العمله الصعبه. وتحديدا الان هناك انفتاح على افريقيا والاستثمار الحقيقي في افريقيا، يبقى احنا ليه ما يبقاش في تعاون حول هذا الموضوع. وهو الممثل المصري في الرحله الاخيره لجيبوتي الاستاذ محمد سعيد، عضو مجلس اداره غرفه التجاريه للمنسوجات والمفروشات. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، نورتين. اشكرك. اهلا وسهلا. نبتدي منين الحكايه؟ من احنا ما بقيناش نصدر زي الاول، ولا احنا الفينشنج بتاعنا، ولا احنا الاتفاقيات الدوليه، وازاي احنا ما بنقدرش نواكب ما يحدث عالميا؟ ما تقولش كل حاجه، ما تقولش كل حاجه. الغزل والنسيج في مشكله في مصر، محدش يقدر ينكر الكلام ده، دي حقيقه. بس المشكله بتتحل. احنا يمكن في شعبه القماشه والمنسوجات في اسكندريه هنا احنا شغالين على الموضوع ده كويس قوي. شغالين على الموضوع ده كويس قوي ازاي؟ يعني ايه الخطوات التنفيذيه؟ يعني كنا بنصدر قد ايه مثلا السنه اللي فاتت؟ وانتوا لما اشتغلتوا على الموضوع ده بقينا بنصدر قد كده، كنا بنستورد كميات قد كده وبقى عندنا اكتفاء في السوق بتاعنا فما بقيناش نستورد. خلينا نتفق ان خلينا نتكلم بالارقام، ان شركات الغزل والنسيج في مصر زي افتيا ونهضه والشركات الكبيره دي اللي اتعملت من 50 سنه، شركات ضخمه جدا، بتخسر كتير عشان قطاع. ما في نقطه عايز اوصلها لسيادتك مهمه قوي، يمكن انا اثرت الموضوع ده في مجلس الوزراء. احنا عايزين نعمل اعاده هيكله للشركات دي. بمعنى ايه اعاده هيكله؟ يعني انا لما رحت ضبط الشركات دي زي ما انت بتقولي القطاع العام، انا عشان لقيت 10 موظفين ماشيين ورايا. طب انتوا ماشيين ورايا ليه؟ انا مش محتاجكم، ده قطاع عام، انتوا كلكم شغلكم عشان تمشوا ورا العميل. فاحنا عايزين نعيد هيكله رئيس الدولة. هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الشركات دي ما كانتش بتخسر، ستيا كانت اجمل بدله. طبعا الحرير الصناعي كانت شركه، يعني شركه لها باع طويل جدا،
في الحرير. احنا كان عندنا هنا صندوق دعم الغزل موجود لغايه دلوقتي. طيب هذا الصندوق كان بيضم عدد كبير جدا من الشركات، الشركات اتباعت امطار اراضي خلاص، يعني مبقتش هذه الشركات، السيوف دي كانت كلها مصانع، ما بقتش مصانع، فخلاص احنا مش هنبكي بالضبط. على اللبن مين ما كانش بيلبس من انا بقول السيل لانها قطاع عام وما هياش اعلان، بدله ستيه كان فيها خط تلياني وكان كل الوزراء وكل الدنيا وكل الناس بتلبس منها، ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا مش عارفه، الناس عندها كده فوبيا انها ما تلبسش مصري وضربت في دماغهم البراندات. طيب ما هو انا لو لقيت المنتج المصري بتاعي يعني الفينيشنج بتاعه حلو قوي، التقفيل بتاعه يعني يعملوا حاجه كويسه قوي، وبعدين تبقى السوسته تطلع روحك وانت طالع وانت نازل، يعملوا حاجه كويسه قوي، ويبقى الكوت اللي بتاع الكم هنا بتاع يعني بتاع الجاكيت يبقاش مظبوط، يعني ما هي حاجات بسيطه. خلينا نتفق ان من سنه 90 الصناعه دي بدات تنهار لغايه 2010. اتفق معاك، كله بقى خاص زي ما شويه بالظبط، الخصخصه دمرت حاجات كتير قوي في مصر، وكان في الوقت ده في نظام متبع الخطوات دي او رجال اعمال مسيطره على الموضوع ده. من 2012 2013 2014 بدات في سياسه ثانيه، يعني احنا عندنا في ستيا في اعاده هيكله، ووزير قطاع الاعمال حاطط 2 مليار جنيه اعاده هيكله تحت اشراف رئاسه الوزراء. الموضوع صعب بس بيتحل، الموضوع صعب بس بيتحل. مشكله الاستيراد دي احنا عندنا مشكله الاستيراد، احنا شعب مستهلك، احنا شعب مستهلك، يعني حضرتك كل مستلزماتك مستورده ليس بالضروره. انت جربتي المصري؟ شوف بس انا هقول لحضرتك ليس بالضروره. انت جربتي المصري؟ طبعا. بتستخدمي المصري ولا المستورد؟ بالنسبه لايه؟ لمستلزماتك بلاش حضرتك، الشعب المصري كله. لا انا هكلم معاك عن نفسي. انا بحاول اشتري المصري، واجد ان المصري كان رحمه الله على والدي دايما يقول لك الغالي رخيص. الله يرحمه. الغالي رخيص بمعنى ايه؟ طب انا مضطره ادفع شويه زياده واشتري حاجه تعيش شويتين معايا. يعني انا من الناس اللي ما اقتناش خالص بحكايه الاحذيه غير المصري، لان احنا كنا، لكن لما ابتدوا يستوردوا او يصنعوا في الصين لا مش عايزه. الشنطه كانت الشنطه المصري، يعني شارع كده كان شارع باسم واحد بتاع، انا هقول اسمه لانه خلاص ما بقاش موجود، شنط جلال، اسمه شنط جلال. كانت الناس من القاهره تيجي عشان تشتري الشنطه الجلد الطبيعي، انما كل البراندات دلوقتي هي مشمع، هي جلد صناعي، الناس مش قادره تقتنع بالحكايه دي، وعندنا ثقافه مجتمعيه تنمر بالبراندات، الاطفال الناس الصغيرين الكبار، لكن ليه المصري ماله؟ طب حضرتك انت بتقولي عني انا ما اقدرش البس هدوم بيت الا قطن 100% مصري. طيب انا زيك يعني بالظبط. طيب يعني انا زيك بالظبط، لان انا شايفه احسن من المستورد بالظبط كده. يعني لو انت عطيتني خامه نظيفه وتشطيب كويس هروح اشتري الاغلى ليه؟ هل هو استخسار؟ هل هو ان انا مثلا لانه اغلى هيبقى افضل؟ لا عشان براند. عشان براند ولا عشان براند؟ طب ما حضرتك تصنع براندك. اوكي ما هو الناس بتفكر زي كده. ما بتفكرش بالطريقه دي. ليه؟ يعني انا هقول لك على حاجه، في مصنع قطن كبير قوي في مصر، طبعا مش هنقدر نقول اسمه، عايز اقول لك المصنع ده مسيطر سيطره كامله على القطنيات في مصر. يمكن انت عرفتي. طبعا في المنطقه الحره، وعرف صاحبه كويس جدا جدا، بره بيصدر بكميات غير عاديه. صح. فالموضوع ده دلوقتي، طب ما هو في انتاج كويسه ما بنستخدموش ليه؟ ما بنستخدموش ليه؟ مين؟ ما هو ما بينزلش مصر. مين قال الكلام ده؟ موجود ده في دعايه ودعايه للمنتج ده في التلفزيون المصري معديه النص ال 500 مليون جنيه. مش عارف ذكر ده، لا يبقى احنا بنتكلم على حد وانت بتتكلم على حد تاني. موجود ليه ما بنستخدموش؟ المشكله في السيكولوجيه بتاعتنا احنا. انت قلتي لا هو احنا هوس البراندات، انا عايز براند عالي.
بس هو ده الموضوع. لكن انا عندي مصنع انا اقدر ابذم لك ان المصنع بتاعي بيطلع اجود خامه في مصر. قماش قماش وملابس. طيب حضرتك بتصدر اجود خامه في مصر؟ نعم. حضرتك بتصدر ولا مصدر؟ بتصدر. طيب عشان تصدر في اشتراطات وفي اشياء كثيره جدا، مواصفات لازم التزم بيها طبعا. بيحصل ايه بقى؟ انا مثلا بصدر انجلترا، انجلترا لها مواصفات معينه انا لازم التزم بيها. ايوه انا بعمل الباكنج معين، فهي المساله بتتحسب بالطريقه دي. انت بتشتغل ازاي؟ الناس بقى ابتدت تبعت تقول لحضرتك زي ما انا بقول بالظبط، انه المساله صعبه جدا جدا في التشطيبات النهائيه وفي لون الصبغات. واستاذه منى بتقول لك بنشتري الحاجه وبعد شويه. على فكرة أستاذة منى أنا هقول لك حاجة، الصيني كده والتركي كده عشان بس نبقى متفقين. المصري مش كده. الصيني بنفس الطريقة والتركي بنفس الطريقة. المصري مش كده. المصري مش كده. المصري مش كده. وأنا مش كل المصري كده. طيب. لكن في مصري كده، ما هو برضو الصيني في كاتيجوري في كذا حاجة. طب احكي لي تجربتك في أفريقيا. هقول لك على حاجة. اشترف اللي المنتجات بتاعتنا في أفريقيا دي عامله انتشار غريب، عامله انتشار غريب. يمكن انا كنت في الرحله الاخيره في جيبوتي لغنا، لقينا كميه. اولا احب اعرف حضرتك ان وسط افريقيا ده دول الكوميسا 20 دوله. ايوه ب 400 مليون مستهلك. مش متخيله الرقم قد ايه؟ رقم قوي ازاي؟ لما نزلنا نستثمر هناك المنتجات بتاعتنا ما فيش فايده. يمكن فضلوها عن الصين بكتير قوي. طب انا هقول لك على حاجه كمان ممكن تستغربيها قوي. لما حطيت المنتج بتاعي في منافسه مع منتج فرنساوي، انا اخد المنتج بتاعي. اخدوا حللوا المنتج لقوا كميه القطن عندي 100%. على فكره دي حاجه بتسعدنا جدا. انا عايز بلاش النظره التشاؤميه، انا راجل متفائل دايما. احنا نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا. عمرك ما هتعملي حاجه كويسه وهتفشل. مستحيل. مستحيل عمرك ما هتعملي حاجه كويسه بضمير وهتفشل. ليه هتفشل؟ ليه؟ لما انت تجيبي احسن خامه، تجيبي احسن عماله، وتدي العامل المرتب اللي يقدر يعيش بيه كويس، وتدي له مناخ كويس في المصنع عندك، ليه مش هيطلع احسن حاجه؟ هيطلع احسن حاجه. ليه مش هيطلع احسن حاجه؟ طيب خليني اقول لحضرتك، انت قلت لما يعني اللي حصل في جيبوتي المسألة كانت فيها المنتجات بتاعتنا، كانت المنافسة جبارة كمان. المنافسة كانت جبارة. كان كام دولة مشاركة فيها؟ لا احنا كنا مصر، احنا بعثة مصر. مصر. انا كنت في البعثة الرسمية. طب جيبوتي سيطرة فرنساوي. فمعظم الشغل البضائع اللي موجودة فرنساوي. فاحنا والتصنيع فين؟ لأن التصنيع في فرنسا غالي جدا. يعني الحاجات المنتجات البيور فرنش بتبقى غالية جدا، انما التصنيع الصيني بيكون. ما انا عايز اوصل لحضرتك معلومة مهمة برضه. دي كلها بتبقى معونات. يعني فرنسا بتنادي الحاجات دي كلها معونات. فبتبقى رخيصة. احنا رايحين نتاجر، احنا بيزنس. كان في منافسة قوية قوي لدرجة ان حللوا الخامة بتاعتي وحللوا الخامة الفرنسية. انا الخامة بتاعتي اقوى. قطن 100% ما فيهاش اي حاجة مخلوطة. احنا فزنا، احنا كسبنا. لما تشي سافر امريكا تخش اي ستور، الامريكي اول حاجه بيدور عليها قطن ايجيبت، ما يدورش على الصيني. طبعا الكلام اللي بقوله ده حقيقي على فكره، انا مسؤول عنه. طبعا يبقى انا كسبت، مش يبقى انا كسبت ومظبوط؟ اكيد. يبقى المصري هو اللي كسب. المساله انت بتشتغل ازاي؟ ايه البلان بتاعك؟ طب ما نكمل. ما بص حضرتك، مفيش حد فينا يختلف عن القطن المصري في اي حاجه على فكره. أوكي. مش في المنتوجات بس، خلينا يعني في اي حاجه نتكلم. في المفروشات، في اي حاجه، ما حدش يختلف على دي. لكن طب احنا ليه مش بنكمل؟ في ناس شغاله كويس قوي على فكره. وعايز اوصل لحضرتك وليه مش يبقى لنا ديزاينات خاصه بينا؟ ليه بننقل من العالم؟ يعني ليه بننقل؟ على فكره يعني انا بشوف بنات صغنانين عملوا لنفسهم براندات وبيبيعوا براندات. يعني في ستور هنا موجود في احد المولات التجاريه براند مصري وبيبيع باسعار عاليه جدا، بس لان هو عمل كواليتي رائع، عمل الموديل حلو جدا، فخلاص. ما دي حاجه ايجابيه كويسه. طب ما دي حاجه كويسه. ايوه بس ده واحد.
احنا نملك لا في كتير زي ده، احنا نملك الكثير. في المقابل كان مصنع انا بعمل بنطلون جينز بسافر بره بطلعه عندي. طب بتسبغ فين؟ موضوع تسبيغ الجينز ده دي من الحاجات اللي الناس، دي الصناعات التكميليه اللي مهم جدا جدا الناس تعملها وما بتعملهاش. انا ملتزم بمواصفات، انا عشان اخضر ملتزم ده. في مثلا اللي بيسبغوا جينز دول مثلا 3 4 مصانع؟ لا لا لا، في ناس كتير قوي. ما هي الفكره في ايه؟ اولا انت عندك خبره، نمره اتنين انت بتشتغل مهتمه بشغلك ولا لا؟ انت مهتمه ولا لا؟ يعني انا لما اجي اقعد مع حضرتك انا لازم ابقى مركز معاكي احتراما للي انا قاعد معاكي، يبقى لازم اركز معاكي، ما فيش حاجه ثانيه تشغلني. انا لما بجيب القماش بغزله، بوديه مسبغه، بجيبه المصنع، بصنعه، بسفره بره. انا عايز اقول لك انا ناجح جدا بره وفي مصر الحمد لله. وفي مصر انت بتشتغلي ازاي؟ انت وصلت اللي انت بقيتي امل هانم ازاي؟ انت مجتهده، اشتغلتي على نفسك. هو مهم جدا الانسان يشتغل. هي المساله بتتحسب كده. طيب انا عايزه اكلم حضرتك في جزئيه ثانيه برضو مهمه جدا. اذا كنتوا انتوا اعضاء غرفه تجاريه عندكم كل المقومات دي وبتسافروا في البعثات الرسميه اللي تمثل مصر، لكن في صغار المنتجين مين ياخد بايديهم؟ انتوا كغرفه تجاريه تقدروا او تملكوا تعملوا لهم ايه او بتعملوا لهم ايه احنا بنعمل حاجات كتير قوي. زي هقول لحضرتك على حاجه، معارض في الغرفه التجاريه، في المقر الغرفه التجاريه. ده كان اول معرض كان للاتاتات وكنت سعيده جدا انه هو حضرتك حضرت من طبعا. مظبوط طبعا. مشوا من منتجات نفس الموضوع. انا بشكر من الموقع ده المهندسه ساميه مصطفى لان هي حبت وتعبت قوي عشان انها تدور على صغار جدا جدا. دي حقيقة جدا. وانها تدور على صغار الصناع وتجيبهم يعرضوا ويبقى ليهم انتماء شديد جدا للغرفه. فانا من هنا بحييها. طب ما ده دور الغرفه. طب ما احنا الغرفه. طب ما احنا كده بنعمل اهو ده، يعني ان انتوا تعملوا. وغير ساميه هاني مصطفى احنا عملنا شعبة القماش والمنسوجات معرض. عملته اعضاء مجلس النواب جم ورئيس الغرفه جه احنا بنشتغل. المهم بس انا عايز حد بتعملوه لمده قد ايه؟ كنا احنا المنسوجات يا كانت ساميه يعني عامله يومين تقريبا. يومين احنا كنا عاملين 3 ايام. ايوه. لجانب ان في تعليمات من الرئاسه اللي احنا نعمل معارض في ارض المعارض في مدينه نصر. ايوه بس العارضين هيروحوا، دي تكلفه عليهم. يعني دي تكلفه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ما هو انت عندك مصنع او بتعمل شغل في بيتك انت لازم انت تروح وتجرب. ما انا مش هعمل لك كل حاجه، انا جبت لك المكان وجبت لك الناس اللي هتشتري. هات الحاجه وتعالى. طيب اهم معوقات صناعتكم ايه؟ هل استيراد الخامات الاساسيه؟ هل ما عندكوش صناعات تكميليه بمعنى مصنع سوست، مصنع زراير، مصنع صباغه جينز، مصنع اللي هي الفودره بتاعت البدله نفسها اللي جوه؟ يعني انا ما بشوفش حد منتجات الاطفال من اغلى الحاجات اللي احنا بنشتريها، وكل الاطباء بينصحوا الامهات بانهم يستعملوا لاولادهم كل المنتجات الداخليه والخارجيه في اول 6 شهور بطن نفاق ما، واحنا بنشتري مش عارف ايه بكام وايه بكام. ليه ما احناش مهتمين قوي بالحاجات اللي هي ناقصانا؟ يعني مصانع الاطفال تلاقي 3 4 مصانع وبس. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا ضمن شغلي ضمن شركاتي عندي شركه للخدمات اللوجستيه، فجيت بحاجه الاسبوع اللي فات غريبه. الخدمات اللوجستيه اللي انا في الملاحه البحريه. ايوه بشحن الملاحه البحريه. في شركه في مصر 6 اكتوبر عامله ملابس اطفال وبتصدر لاوروبا ما يقل عن 20 مليون جنيه في السنه. حلو قوي. ده انا قلت بقى المنتج، انا كنت قاعد مع رئيس مجلس اداره المصنع قلت له المنتج ده ما بينزلش مصر ليه؟ قال لي مين قال ما بينزلش مصر؟ موجود في كل حته. بينزل موجود في كل حته. على فكره انا هقول لحضرتك حاجه، حتى بواقي التصدير البواقي بتاعه التصدير
المنتج بتاعه بيبقى رائع احسن من اللي بينزل المحل. مظبوط يعني ما فيهاش حاجه ونهائي ده بيبقى فيها فتله لان انت عارف حضرتك ما فيها كنترول مش المواصفات فحاجات يعني ولا حاجه. مظبوط. طيب انتوا ليه ما بتعملوش معارض لده؟ انا بنعمل كل حاجه والله. والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه قوي. الغرفه التجاريه ما عندكيش فكره بتساعد ازاي اي حد عايز اي حاجه احنا بننفذها له. فين الناس اللي طالبه خدمات؟ فين الناس اللي طالبه خدمات؟ يعني انا هو مش هطلع بره الموضوع بس انا هذكر حاجه حتى كانت حاضره معايا سيده الاعمال سلمى مصطفى. احنا قعدنا اجتماع 4 ساعات وهي كانت حاضره الاجتماع ده. انتوا بتعملوا حاجه للتامين الصحي؟ كنا بنعمل التامين الصحي للتجار. للتجار ودي عمرها ما حصلت في الغرفه. حصل. بص انا دايما ببص لبلدي انا بعمل ايه. انا قدمت المشروع سامي هانم جابت برضو شركه قعدنا 4 ساعات بنتكلم في انا هعمل ايه في المشروع ده. انا هاخد من التاجر 150 جنيه شهري. بص بقى ولا حاجه. لا بص كمان ده ما في مقابل ايه؟ مش ولا حاجه. لا هي 150 جنيه فلوس. قولي لي لا مش فلوس إيه؟ في مقابل ان انا بديك رعايه. بص انا هديك ايه بقى. بص انا هديك ايه بقى شرعا للمشترك. خلينا نتفق ان ادويه الضغط والسكر والقلب الحاجات دي ممكن تبقى ب 200 300 جنيه في الشهر اكتر. انا هديها لك عمليات الاوبن هارد قلب المفتوح انا هعملها لك وهدفع 70% من التكلفه وانت هتدفع 30. مشروع قومي. مشروع قومي ده يتحسب للغرفه التجاريه طبعا. مظبوط. احمد بيقول لما احنا قعدنا عرضنا عليه الموضوع قال لي اعملوا كل حاجه عشان المشروع ده ينجح. ده في اقبال من التجار ولا لا؟ هو ما عملوا لجنه داخليه من 4 افراد انا من ضمنهم. هنوصل للهيكل التعاقدي وهنبدا اللي احنا نعرضه على التجار. طيب في سؤال بيقول له حد بيسال حضراتكم اين الغرفه التجاريه من مشاكل التجار مع الضرائب؟ لسه الخميس اللي فات احنا عاملين مؤتمر وجايبين وكيل وزاره الماليه عشان خاطر المشاكل دي. عارفه هقول لحضرتك على حاجه مهمه قوي. مفيش 10 مشاكل اتعرضت. لا حول ولا قوه الا بالله. امال الناس فين؟ يمكن انتوا لا تعلموا فين اعلام الغرفه. هقول لحضرتك على حاجه. يعني انتوا خش على موقع الغرفه. الميديا بقت خش على موقع الغرفه. هتشوفي احنا اعلنا عن المؤتمر ده من قد ايه. واحنا كنا عاملينه فين؟ فين؟ احنا كنا عاملينه في اوتيل كبير جدا. 10 مشاكل واوبن مفتوح للناس كلها تتكلم. يعني انا مش عامل دعاوي. لا 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 لا. انا احب كمان اقول الاستاذ احمد الوكيل كان في المؤتمر ده عنده استعداد اللي هو يقدم اي حل لاي مشكله. طب امال الناس احنا عندنا الموضوع ما بيتحكمش كده. هو بدل في مشكله ممكن تلاقي واحد ما بتدفعش ضرايب بقاله 10 سنين. حل لي المشكله ما تدفعنيش حاجه. ايوه. مش ده حقيقه ولا انا ببالغ في اللي انا بقوله؟ صح. دي حقيقه. يعني ايه ما تدفعنيش حاجه؟ انا بشتغل من سنه 96. انا بشتغل من سنه 96. انا كل سنه لازم اقدم الاقرار الضريبي بتاعي ولازم ادفع طبعا الضرايب بتاعتي. طبعا. ما عنديش مشاكل بقى مع الضرايب ليه؟ عشان انا منتظم. لا. لا 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 في ناس بتجيب محاسب قانوني هو اللي يكعبلها عادي. مالهمش الا نفسي بقى. طيب مالهمش الا نفسي. التجربه اللي بتخليك تلوم يعني. التجربه بقى على مدى 10 سنين. يعني هو ال 10 سنين بجيب المحاسب الغلط. هجيبه سنه. ايوه. اديله فرصه السنه اللي وراها. ايوه. اشوف بعد كده بقى واحد تاني. مش ده منطقي اللي انا بقوله؟ منطقي. ده كلام مظبوط ليه؟ بيقولوا لحضرتك في ضعف في الدعايه والاعلان بيطمس المنتجات وانواعها. يعني احنا لو حضراتكم عاملين مثلا معرض واعلنوا وبكثافه على السوشيال ميديا وقولوا لنا لان مهم جدا ان احنا يعني ان احنا نتكاتف للصناعه المصريه. الهدف بتاعنا اولا واخيرا هو الصناعه المصريه. حضرت المعرض بتاع الاساسي؟ حضرت. كان مفتوح للناس ولا لا؟ بس ما كانش كان في دعايه بره الغرفه كلها. لا بص حضرتك يعني اذا كانت مهندسه ساميه قالت لي انا ما كنتش اعرف كلامك بامان. طب امشي حضرتك مش متابعه بقى انتوا. لا 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 حتى اول يوم في الحضور كان قليل جدا. لا
لا استاذ محمد ايوه الحضور كان قليل ليه؟ لانه مفيش يعني رغم ان الغرفه التجاريه في محطه رمل ورغم حاجات كتير احنا لو عملنا كامبين قبل ما هو حضرتك يعني انت عندك عميل او عضو في الغرفه انا انتخبوني هؤلاء الاعضاء فانا اعمل لهم كامبين قبليها عشان لما ييجوا ينقلوا حاجتهم ويعملوا كل ده يبقى في فرصه انهم يعرفوا يبيعوا. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، وسائل الدعايه بتاعتنا الصفحات الرسميه بتاعت الغرفه مش دي بس. اوكي انا معاكي انا معاكي. انت حضرت المعرض؟ كان في اقبال؟ كانش في اقبال اول يوم؟ كان في مع حد اول يوم؟ لا لكن تاني يوم، لكن تاني يوم الحمد لله رب العالمين لما الناس ابتدت وبرضه المبيعات ما كانتش قوي. وحد يقول وبرضه ما كانش في مبيعات قوي. لا هي المبيعات كان في حد اعارض موجود وانا كان معايا صديق نائب حسني حافظ وحد عامل حاجات كده كانت لطيفه قوي، منتجات خشبيه. انا خدت المنتج ده معايا وانا مسافر بس يمكن انا قلت فكره اللي هو تحط حاجات فرعونيه عليه. يعني حطش الحاجات اللي بره بتبقى قويه. جبنه طلبيه شغل والله. هي فين بقى؟ هي فين يعني؟ ايه ما شغلتش؟ جبناها عايزين 10,000 قطعه. وما انا هفضل لك وانا هعمل لك كل حاجه وانا هديك الفلوس وانا هعمل لك كل حاجه. ما عنديش العماله اللي تشتغل. انا المفروض انا اعمل ايه؟ المفروض انا اعمل ايه؟ ما عندهاش العماله اللي تشتغل. طب امال عطيتك تجيب اوردر ليه؟ اديتيني وانت عارفه ان انا مسافر بيه. حد تاني جالي وقال لي انا عايز اعمل مشروع مواد غذائيه. عملنا له صرفت على المشروع 100% من جيب الخاص. يعني ايه مشروع مواد غذائيه؟ مشروع مواد غذائيه، حد عايز يغلف مواد غذائيه. شاب عايز يغلف مواد غذائيه وجا حكى لي ظروفه 100% 100%. وقلت له هديك 25% من الربح. جالي 4 ايام وما شفتوش تاني. فانا ما اعرفش اقوم بدري، ما اقدرش اقوم بدري. بس حضرتك انت فاهمه ازاي؟ بس بتتكلم على حالات فرديه. ما دي اللي بتيجي. لكن انا بشوف ناس كتير جدا وبشوف شباب بيشتغل صبح وبعد ظهر يا فندم فعلا. ماشي طب هو لازم يشتغل. ما هو برضه انا مش شايف اللي فيها مشكله. انا كنت بشتغل وانا في الجامعه. يعني كل الشباب دلوقتي بيشتغلوا معظم الشباب. انا لسانس حقوق. طب يعني ماليش مجال بشغلي خالص. دراستي ملهاش علاقه بشغلي. انا كنت طالب في الجامعه وبشتغل شغلتين. ده شرف. بصي العمل قيمه بعيدا عن اي عائد مادي. اشتغل وانجح والبلد مختلف عن الاول. طبعا الاول كان الموضوع مهما اشتغل ما بيلاقيش العائد. دلوقتي الموضوع اختلف. حضرتك مش هتمشي على البحر. العربيات بتاعت الشاي والقهوه بتاعت الشباب مش عارفه داخل الشاب في اليوم كام؟ اللي على الكوبري انا مش عارفه. المنشيه واللي في محطه العربيات. انا بحسب اللي على الكوبري. اللي على الكوبري دي مش عجباني خالص. اللي على البحر وبتسبب مشاكل مزمنه. قصدك اللي على كوبري ستانلي؟ طبعا. وهتسبب مشاكل. انا بكلمك مشاريع الشباب اللي في المنشيه ومحطه الرمل. ده بقرار من رئيس الوزراء اتعملت. طبعا. تخيلي مكتبه كام؟ اللي مكتوب عليها تحيا مصر. الصافي كام بتاع بيعمل كل يوم كام؟ 500 جنيه. طب قولي ما حاجه كويسه. يعني بيعمل 15,000 جنيه في الشهر. اشتغل. ايوه. اشتغل. طب ما كان في برضه فكره ان يبقى في شارع كور كامل زي 316 وتوقف الى الان ما فيش. والله بصي هو فعلا كان في فكره زي كده بس ما مش كل حاجه بايدينا يعني. هو احنا بصي حضرتك احنا مش هنطلب من الشباب المستحيل. هم بيحاولوا لكن هيعملوا ايه؟ بس بقى صدقيني برضو الشباب محتاج يتعب شويه. الشباب اللي مش عايز يتعب حضرتك يعني شيء. انا مروح بالليل بشوفها على الكافيهات. لا ده كلام فارغ. ايه ده؟ ايه ده؟ انا كنت في سنه ايه ده؟ للخمسة الصبح وستة الصبح. صح. انا 10 هيقوم يشتغل ازاي؟ انا 10 بالليل ما كنتش اقدر ادخل البيت. ايوه انا بقول لك حقيقه صدقيني والله. انا بنت في عربيتي كتير قوي في تربيه عشان بابا مش عايز يدخلني البيت. انت معاك 10 وانا بشتغل وفي الجامعه بلاقي الشاب قاعد لغايه الساعه 3 4 ده هيقوم الصبح الساعه 7 ازاي؟ خلينا نغير الاول.
الشباب يغير من نفسهم. انت محتاجه ان انت تعملي مستقبل لنفسك. صح. لازم تتعبي. صح. ولا انا ببالغ؟ لا لا حضرتك انا متفقه معاك في كل اللي حضرتك بتقوله، لكن انا عايز اعرف انتم كصناع بقى ايه هي اهم المعوقات، وهل بالفعل لما بتقعدوا في اتحاد الصناعات بتقدروا تحلوا، ولا بيبقى كله تحصيل حاصل وكلام مرسل؟ لا مش تحصيل حاصل طبعا، لو تحصيل حاصل هنقعد نضيع وقتنا ليه؟ بنستورد قد ايه؟ احنا بنستورد كل حاجه خلاص، مفيش حاجه ما بنستوردهاش. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضه، يمكن النهارده في معلومه كده جديده، انحسار عن الدولار. الدولار وصل 15 جنيه وحاجه. كل ما الدولار بينزل قيمه الجنيه بتعلى، ده معناه الاستيراد بيقل. هي عمليه معلش حسابيه بس هي بتتحسب كده. بيقل؟ اه طبعا. لا مش بيقل. ازاي؟ ما هو الدولار موجود، بدل الدولار العرض بتاعه كتير. ايوه ايوه. لا حضرتك هو الناس برضو اللي بتستورد بيقول لك اصل انا مستورد، انا هعمل لكم ايه؟ انا عبال ما احول عمله. هو ما هو مش هيقل في حاجه، هو الاحساس ده يجي لك لما يكون عندنا مصانع اكتر، لما نفتتح مصانع اكتر، لما نشوف ان في مشروعات كثيره اكتر. لكن طول ما مفيش كل الحاجات دي. لا في، لا في، لا لا في يا فندم. في عندك دمياط الريس لسه فاتح من 3 شهور. دمياط دي المنطقة الصناعية للخشب للموبيليا. دمياط نموذج طول عمرها. اولا دي خالية من الامية. بورسعيد خالية من الامية. دمياط دمياط زيرو بطالة. يعني دمياط دي طول كان عندهم مشاكل يا فندم. ازاي؟ عندهم مشاكل كتير كمان. عندهم مشاكل بس اتحلت كلها. بيشتغل. اتعملت منطقة صناعية للاساس. بورسعيد اكبر مصنع للاسماك المعلبه في الشرق الاوسط في بورسعيد. طب عايز اقول لحضرتك حاجه، ما دي مشاريع. احنا ما نغيرش ليه؟ احنا كان اجمل كرسي سفره اسكندراني مش دمياطي. اوكي ليه ما نتخصصش في حتت معينه؟ اجمل صالون الويكندز مش بالمكن، لا بالحرف بالظبط. دي حقيقة. كان اسكندراني. بقول لحضرتك اجمل احذيه كانت اسكندريه. مظبوط. اجمل مصنوعات جلديه اسكندريه. احنا ليه كل واحد يعني الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر، يعني اللي بيعمل مثلا النعل غير اللي بيعمل مش عارف ايه غير اللي بيعمل ليه لا؟ وخلي بالك ده ديت حاجه كويسه جدا لو الناس عملتها، حتى صناعات صغيره في البيوت. انا الحته بتاعت كنيسه كنيسة العباد دي كانت كلها كده مصانع ورش حقك الرجل نفس الموضوع. انا ما بشوفش مصانع كبرت دلوقتي، الموضوع بقى كبير. يعني المنتجات الجلديه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي اكبر اثنين بتوع احذيه في اسكندريه بيصنعوا في الصين. فهمت؟ اكبر اثنين بتوع احذيه في الصين في اسكندريه بيصنع خامات، ما بيصنعش منتج نهائي. بيصنع في الصين منتج مش خامات، بيجيب خامات ما بيصنعش منتج نهائي. انا عايز اقول لك مفيش شنطه في حريم في اسكندريه من صناعه مصريه، خامات مستورده. مفيش شنطه حريمي مش صناعه مصريه. اه خامات مستورده، الخامات مستورده، لكن التصنيع عندنا الجلود بالعكس. انت بتدوري على حاجه معينه اصلك. انت بتدوري على حاجه معينه، فانت ما بتبصيش للحاجه الثانيه. انا بشوف. لا والله انت بتدوري على حاجه معينه. ده كل اللي في انا عندي مصنع شنط. كل اللي في الصين انا عندي مصنع شنط حريمي. كل في السوق حضرتك صيني، منتج جلد ممكن صيني، مستلزمات صيني. انا بصنع الشنطه هنا، انا بصنع الشنطه في مصر. يا ريت. والجلد فيه. مصري. والجلد مصري. اه طبعا. وبجيب جلد مستورد برضه عشان مبقاش كداب، بس انا التصنيع عندي. وعلى فكره بس هي المشكله انت عينيكي بتروح لحاجه معينه، انت بتدوري على حاجه معينه. طيب هما بيقولوا لحضرتك عايزين معرفه وانتشار. هتلاقي كل الناس هتحب المنتج وتشتريه. دعايه في المدارس، في الهيئات، في الانديه، في يعني موجود. الصناعات بدات تتمحي لان الشباب ما بيحبش مهنه والدهم وبيروحوا لمهن اخرى. وليه؟ انا بتجه للتجمعات بعمل فيها معارض، وده كلام علمي. نجد بورتنج معرض طول السنه شغال، نادي سموحه معرض طول السنه شغال. الناس تروح. وخلي بالك مفتوح للجمهور مش للاعضاء بس. ايوه ايوه. ارض كوتا دي دايما بيبقى فيها معارض.
الغرفة بتعمل قبل رمضان اللي هو أهل مع أهل أهل رمضان. أيوة. أنا عايز أقولك إحنا السنة اللي فاتت محققين تارجت عالي قوي في أهل رمضان ده. أنا شخصيا لما باجي أعمل شغل لموسم المدارس أنا البلوفر المستورد بيبقى 300-400 جنيه، أنا ببيعه 100 جنيه. يعني حضرتك عندك يعني طاقة إيجابية كده إنه أنا متفائل، أنا دايما متفائل. يعني وبعدين أنا شايف إن في حاجات أنا شايف إن في حاجات كويسة بتحصل. مفيش حاجة في الدنيا مثلا مفيش معوقات، في كل مكان معوقات بس أنا أحلها إزاي؟ أيوه هي المسألة بتتحسب كده. زي ما يقول لك مصر فيها مشاكل، ما في دولة في العالم ما فيهاش مشاكل. مصر فيها فقر، في دولة في العالم ما فيهاش فقر. إحنا نحل الموضوع ده إزاي؟ أيوه ما أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، كل واحد بيختار طريقه، كل واحد بيختار طريقه. احنا التعليم حكومي وتعلمنا كويس وبقينا رجال اعمال، انا اخترت طريقي، في ناس معايا ما اختارت طريق غلط. انت مش قادر تتعبي اتعبي هتنجحي، اشتغل على نفسك. هو انا دلوقتي انا معايا لغتين، بزنس مان شاطر، تخيلي ان انا لغايه دلوقتي باخد كورسات وباخد دورات تدريبيه. يعني لدرجة اللي أنا لما حسب لحضرتك ده أنا أقربها أول امبارح قاعد في دورة كل اللي موجودين فيها ما بيني وما بينهم مش أقل من 20-25 سنة. فلقيت حد بيقول لي أنا مش عايز أروح أخد الكورس ده عشان خاطر أنا كبير، ودول أنا مش مقتنع بالكلام ده. فالبني آدم لازم يشتغل على نفسه. أخيرا تحب توجه كلمة لكل الشباب اللي بيشوفنا دلوقتي ويعني اللي بالفعل عندهم شايفين كوب المياه وهو فاضي، تقول لهم ايه؟ اقول لهم حاجه، اللي عايز يشتغل يجي الغرفه التجاريه، هنجيب له المشروع، هنجيب له التمويل، هنوزع له انتاجه. طبعا الكلام ده على الهواء. هنجيب له المشروع، لو هو ما عندوش مشروع هنعمل له تمويل، هنوزع له انتاجه. بس تعالى تعالى وقوم بدري عشان تنزل تشتغل، مش تقوم الساعه 3 الظهر والساعه 2 الظهر، مش الكلام ده منطقي؟ طبعا جدا. ولا انا بتكلم كلام لا منطقي. كلام منطقي. ولادنا كلهم كده. طب يعني مش كلهم لا كلهم كده. انا ابني في الاجازه بيقوم من النوم الساعه 12 الساعه 1. انا في النوم ما كنتش بعمل كده. فهي المساله اتعب، الشاب لازم يتعب عشان يلاقي، حتى لو والدك عنده استعداد يساعدك انت اتعب عشان تبقى انت عملت حاجه. اكيد ده رايي. نورتني وشرفتني يا فندم. طاقه ايجابيه جميله مشكل. اتمنى انها تكون بالفعل وصلت لكل الشباب. يا رب الخير دايما لمصر، ويا رب ان شاء الله بشكل كبير جدا يكون في انتاج مصري صنع في مصر نفخر به جميعا. تحياتي كانت معكم انا سوري.